المدرسة أنا كنت ناس نايمة كلها، وأنا كنت قاعد ما شفت إلا غير هواية صاروخ تحتنا، ولعت نار وصار الحجار علينا طاير والشظايا. بس هذا اللي صار. لو كان الدنيا نهار ولا الناس تحت في الساحات كان صارت مجزرة، الناس في الصفوف نايمة. احنا جينا على المدرسة على سبيل ان الامان موجود بقلب المدرسة هذه، والمدرسة هذه صارت رعب وخبطوا نص ساحة المدرسة، خبطونا صاروخ.